هاي العناصر اللي الآن موجودة في هيكلة أي بروبوزل. التايتل، باك جراوند أو كلينيكال سيجنيفيكانس، هتكلم عنها بالتفصيل إن شاء الله. ريسيرش كويستشن أور إيم أور بيربوس أور أوبجيكتيف. أعتقد إنه المصطلحات الأربعة هتلاقيها تختلف من مجال لمجال. مين عندهم إيمز؟ مين عندهم أوبجيكتيف؟ إحنا عندنا بنستخدم كلمة أوبجيكتيف أكثر حاجة، وبنقول عنها جنرال وسبيسيفيك. في التربية ريسيرش كويستشنز، سؤال البحث. يبقى كلها في الآخر ما دام موجودة كخيارات، ما دام حكينا المعنى تبعها قريب من بعضه من بعضها البعض. ريسيرش أفضل ميثودز الديزاين السامبل والسامبل سايز. واحد عمل دراسته على 4 أشخاص، هل بيقدر يعمم نتائجه؟ بيقدر يعمم نتائجه؟ طب ايش لازم يكون عشان يقدر يعمم نتائج؟ عينة كبيرة مش عشوائية، بس العينة تكون ممثلة، العينة تكون ريبريزنتاتيف. طب بينفع اقيس التوجه السياسي لعينة ممثلة وكلهم من الجامعة الإسلامية؟ لا طبعا. لازم تكون هنا ديستريبيوشن كمان يكون عادل في العينة. إذا موضوع السامبل والسامبل سايز، وهذا الكلام أكيد درستوه أنتم في أساليب البحث أو حتدرسوه في أساليب البحث. السيتنج، وين بنشتغل الدراسة تبعتنا؟ هل بنشتغلها في مختبر، بنشتغلها في مستشفى، بنشتغلها في حقل، بنشتغلها في أي مكان آخر؟ البروتوكول اللي بدنا نمشي عليه، الأناليسيس بلان خطتنا في تحليل البيانات، وآخر شيء حاجة اسمها تايم لاينز اللي هي قلنا عنها تسلسل الدراسة. مثلا بقول من شهر 1 لشهر 2 بدي أعمل ريتشر ريفيو، من شهر 2 لشهر 6 بدي أعمل فيلد كوليكشن سامبل كوليكشن، ومن شهر 7 لشهر 9 بدي أعمل سامبل أناليسيس، ومن شهر 10 لشهر 12 بدي أعمل رايتنج للثيسيس. هذا خطتي أنا لإجراء الخطوات تبعت اللي هو الدراسة تبعتي. الاستيميتد بادجت، ما فيش دراسة بدون تكلفة، ما فيش دراسة بدون تكلفة. أنت الآن عامل دراسة وأهدافك نبيلة ورائعة وعندك قدرة على تسويق نفسك رائعة جدا، وقلت إنه الدراسة هذه بالفعل مهمة، وأنا هقول كيف هنقول عنها مهمة كمان شوي، لكن في الآخر طلعت التكلفة تبعتك 50,000 دولار، ولا أنت كطالب قادر توفرهم، ولا أنا كسوبرفايزر أو كمؤسسة قادر أوفر لك إياهم. أنا حل من حلين، يا إما بننتظر وبنشوف جهات ممولة، تمام؟ إذا الاستيميتد بادجت هو جزء مهم جدا من إنه نمشي في البحث أو ما نمشيش في هذا البحث. الباك جراوند والكلينيكال سيجنيفيكانس. تخيل واحد انت بعد ما تشتغل سنتين كاملين في دراستك، واحد يقول لك سو وات، عارفين السؤال هذا؟ سو وات ايش يعني؟ انت خلت لك سنه بتاخذ عينات من البحر وبتشتغل وبتعد البكتيريا الموجوده في البحر، سو وات. على فكره سؤال صعب، سؤال صعب اذا ما تعودناش على اجابته من البدايه حيكون علينا صعب ان نجاوبه. ودير بالك هذا السؤال، لأنه سؤال من جاهل بتخصصك هو أفضل سؤال إلك. زميلك حيفهمك، بس الكومن العامة اللي مش بتخصصك مش حيفهمك، وبالتالي حاول أن تجيب على هذا السؤال لأشخاص ليسوا ذوي علاقة بتخصصك. So what؟ ما الذي سيجلبه من خير على البشرية هذه أو على المنطقة هذه الدراسة؟ Why is your study is important? Describe the significance of the research question or problem. Answer the so what question. حكينا قبل قليل. You need the art of convincing. The art of convincing مهارة، فن هو اسمه فن، لكن هي مهارة يمكن أن يكتسبها الإنسان مع الزمن. مين عنده فكرة عن موضوع بده حابب يشاركنا فيها، نحاول نتكلم مع بعض ونجيب يعني نحاول نقنع الآخرين بالموضوع هذا؟ هل عنده فكرة عن موضوع؟ تفضل. الموضوع دائما احنا نعجز امامه،
خاصة يمكن بالحق الطبي. في بعض الحالات تدخل المستشفى تلاقي تعيب وما بيقدر الخطأ معك خلاص، بس عنده يمكن البصر. طيب ايش بدك تعمل له انت؟ هل انت خليه يحكي او تعطيه وسيله تفهم منه بالعينين مثلا، تمام؟ طيب. الان هو بده يعمل لنا برنامج كمبيوتر، اخونا زميلنا بده يعمل سوفت وير او جهاز يحول حركه العينين الى احرف وكلمات. كويس، تعالوا نقنع الناس انه هذا الموضوع صوت. اكم واحد عندك بعلم المشكله هذه؟ واحد؟ لا، احنا خلاص بلد ازمات وكوارث وفي معاقين. صبرك علي شوية، انا بحاول اتخطب معك الان عشان انا اقول لك انت كيف تقنع الاخرين. كم واحد عندك حيستفيد من المسألة هذه؟ مئات. انت عاد كيف تقول بس مئات واهليهم، صح ولا لا؟ صحيح. اللي بيحبوهم الان قديش هدول بيكلفون؟ كيف؟ طاقم طبية عشان يعرف حاجات الناس. يعني الآن أنت قاعد بتحاول إنه توجد المبررات أو المسوغات لماذا قمت أنت بإجراء هذه الدراسة، لأنها تحت علم لا علم إلا ما نفع. أين النفع بإجراء دراستك؟ واحد يقول لي أنا بدي أعمل أشوف تأثير اضطرابات النوم على تحصيل طلبة في المستوى الخامس للدرس. طب ليش؟ دراسة لكيفية زيادة فعالية سحر الأصوات. القصد من كلامي أنا إنه لازم يكون من لدي مقدرة أنا أن أقنع الآخرين بإنه دراستي مهمة دون القول بإنه دراستي مهمة. وأنا أقول لكم كيف الآن الـ Art of Convincing العام، وبضل مهارات البشر مختلفة، قد تكون أفضل مني في الإقناع من في 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 موضوع خاص. هناخد بكتيريا، بحكي لها تخصصي، وبعدين بكتيريا اسمها هيليكوباكتر بايوري. هيليكوباكتر بايوري في العام 1986 اكتشف العالم انه هذه البكتيريا هي المسببه للقرحه المعدية، تمام؟ الان تخيلوا الجمله اللي بحكيها، تلقى العالم ببالغ الارتياح نبأ ان مسببات القرحه هو الهيليكوباكتر بايوري اللي هي بكتيريا. لماذا تلقى ببالغ الارتياح؟ لانه تعالج بالانتيبايوتكس. ما دام بكتيريا بقت زمان القرحه ما نعرفش كيف تعالج، كله تهجيس. كنا في حوالي اكثر من 100 سبب ذكروها للقرحه. الان الهيليكوباكتر بايوري في غزه ما بنعرفش عنها كثير. انا دراستي بدي اجريها الان to determine the prevalence of Helicobacter pylori among Gazan population. بدي احدد مدى انتشار هذه البكتيريا في قطاع غزة. واحد يقول لي يا عمي طب هي في مصر 70% وهي في الأردن 60% وفي العالم يعني معروفة، ليش بتشتغلها في غزة هان؟ كيف الآن أنا بدي أقنع الناس بأنه هذا الدراسة تبعتي أنا؟ تعالوا ناخذ العناصر بعدين نرجع نطبقها على الموضوع تبعنا. وقلنا يو نيد تو ستارت جنرال. ستارت جنرال نبدا ايه؟ بشكل عام. بروح انا معرف البكتيريا وقايل عن انه البكتيريا هذه خطيره والاصابه بها قد تؤدي الى قرحه وقد تؤدي الى سرطان. ونسبه اصابه العالم فيها حوالي 50%. ونسبه الاصابه في العالم المتطور 30 بينما 70 في عالم مين؟ اللي هم النامي، اللي هو الدول النامية. ولا يوجد لدينا أي معلومات عن هذا الميكروب الخطير في قطاع غزة، علما بأن حالات سرطان المعدة آخذة في مين؟ في الازدياد. لاحظوا الآن لما تقول للناس سرطان على طول لازم ينتبه. هي شدة انتباه لها علاقة بالسرطان؟ لا أنا بدي أكذب يعني. لا هو كلاس 1 كارسينوجين، هي كلاس 1 كارسينوجين مسرطن من صنف رقم 1 معتمد 100%، تمام؟ 90% من سرطانات المعده كوزد باي هيليكوباكتر بايلو. هذا الموضوع مش هو موضوعنا الان، بس انت سالت سؤال وجاوبتك عليه. بالسكر صحيح
الآن اللي احنا بدنا نقول الآن انه انت بدك تحاول تثبت للناس مدى أهمية قلنا اللي هو الموضوع تبعك ستار جنرال، تحدث عن تعريف المشكلة، تحدث عن أبعادها المادية والاقتصادية والنفسية، أبعاد المشكلة. لما تقول انه والله بتكلفنا 10 مليار دولار في السنة في العالم وبتكلفنا مش عارف كم ألف بيشن، وهذا أرقام حقيقية لازم نجيب لهم إياها، والأرقام هذه ممكن نجيبها احنا من السي دي سي، من منظمة الصحة العالمية، فبنذكر أرقام حقيقية مرة أخرى. تمام؟ القارئ تلقائيا حيفهم انه تدخلك هذا تدخل من خلال البحث تبعك هو بالفعل تدخل مهم. اذا ستار جنرال سبيسيفاي، وهذه النقطه المهمه جدا، انه انت تبدا عام وبعدين بتروح لوين؟ للخاص. The best approach is to focus in all dimensions. ايش يعني all dimensions؟ كل ابعاد المشكله زي ما قلت لكم قبل شوي، اقتصاديا، اجتماعيا، ماليا، صحيا، نفسيا، هندسيا، بيئيا، كل ابعاد المشكله اللي ممكن نوضحها اذا ذكرناها تلقائيا المشكله بتكون مهمه للاخرين. What causes contributing factors affect cost magnitude etc. كل هذه نقاط بتساعدنا الصحيح في إبراز أهمية الدراسة. In short, you should be able to answer the following questions. Why this study is significant? لماذا هذه الدراسة مهمة؟ Why do it now? إشمعنى يعني أنت اخترت التوقيت هذا تشتغلها؟ برضه هذه نقطة كتير مهمة، إذا جاوبنا عليها بتساعدنا في إبراز What will it contribute to the existing research literature. يا هل ترى حتكون إضافة رقمية ولا حتكون إضافة نوعية على كلمة existing research literature اللي هي الأدبيات السابقة أو الموجودة حاليا. What implications your finding may have. إن خلينا متواضعين دائما خلينا متواضعين. إيش نقول؟ أنا عندي جملة بحطها دائما في معظم الدراسات تبعتي، بقول the data generated from this study may help decision makers in better planning to reduce أو to improve أو لاحظوا إيش الجملة بتقول. It may be useful يعني بنكونش لغتنا لغة قطعية وإنما دائما تشكيكية، ربما تستخدم هذه البيانات في توجيه صناع القرار لاتجاه معين في اتخاذ قرار، إما لخفض مرض معين أو لتحسين خدمة معينة. هذه النقطة بتوضح إنه أثر الدراسة تبعتي إيش هيكون، مين اللي هيستفيد منه. مثلا في عنا دراسة الآن بنجريها إلها علاقة بالنساء الحوامل. نسبة من النساء الحوامل في العالم يصابن بنوع من البكتيريا قد ينتقل خلال الولادة للجنين ويسبب بعض الأمراض اللي ممكن تقتل الطفل حديث الولادة. تمام؟ من المستفيد من هذه الدراسة؟ بس الجنين؟ الأم. النظام الصحي، تعرف إنه النظام الصحي الفلسطيني على الرغم من الهفوات والإشكاليات اللي بتواجهه، لو جينا نقارنه، أحد الأشياء المستخدمة في المقارنة في الأنظمة الصحية هو عدد نسبة الوفيات في الأمهات عند الولادة ونسبة الوفيات في المواليد برضو الجدد. إحنا زي الولايات المتحدة الأمريكية وزي أوروبا، يعني نسبنا كتير ممتازة في هذا الجانب. القصد من الكلام لازم تظهر للناس إنه ما الذي ستتركه دراستك من آثار على الآخرين وهم المستفيدين، هو البنفيت فروم إت، ما الذي سيستفيد منه. الفقرة الثانية بعد السيجنيفيكانس والباك جراوند نتكلم عن الليتريتشر ريفيو. والليتريتشر ريفيو ايش بنسميه باللغة العربية؟ دراسات سابقة أو مراجعة الأدبيات. والمقصود فيها الحقيقة هو بالفعل مراجعة الدراسات السابقة خاصة في المجال أو الخاص بالدراسة. لماذا هذه الفقرة
التي قد تكون أطول جزء في المقترح أو حتى في رسالة الماجستير. أنا كل طلابي بيكون عندهم الجزء الأكبر من الرسالة أو من المقترح هو الليتريتشر ريفيو، بحب أغلبهم في هذا الجزء. ليش بحب أغلبهم في هذا الجزء؟ رقم واحد، بدي إياه يكون ملم بكل جوانب المسألة اللي هو بيشتغل فيها. يعني أنا بحاول أهيئه من ناحية نظرية، إنه أنت تتعرف على كل جوانب المشكلة اللي تحط سياق أو تحط دراستك في سياق الدراسات السابقة. على فكرة الدراسات السابقة المراجعة تبعتها مش زي ما بعض الناس بتظن، إن أنا أقطع من هنا وألزق هنا وأجيب هنا وأحط هنا. الدراسات السابقة فن لدرجة إنه هذا الفن قد يصلح للنشر. كيف؟ بتعرفوا حاجة اسمها ريفيو أرتيكل، يعني بحث منشور، لكن هو مش بحث. الباحث جاب 100 أرتيكل قرأهم لخصهم وقدمهم في قالب وبعتهم، ما اشتغلش إشي شغل عملي حقيقي، هو فقط قرأ ولخص ورتب وبعت ونشر، وتعد في الترقيات وفي في ال في ال في الكريدت للإنسان زيها زي أي بيبر حقيقي. فالليتريتشر ريفيو بحاجة إلى كل عناية منا. What is the state of the science on the problem؟ إيش العلم بيقول في مشكلتك؟ Are there gaps in the literature؟ هل في فجوات أنت بتحاول تعبيها في literature؟ How will you study؟ Your study will fill these gaps. كيف أنت كمان دراستك حتعبي هذه الفجوات؟ يمكن الجملة الأولى برضو معبرة كتير عن literature review. Familiarity with the field of inquiry. Field of inquiry اللي هو المجال اللي احنا بدنا نخوضه في الدراسة. ايش معنى familiarity؟ جعل المجال تبعك، احنا كلنا عفوا لما درسنا بكالوريوس درسنا مواد عامة، مظبوط؟ لكن لما نيجي نشتغل في البحث اكم مشكلة بنناقش. مشكلة واحدة، تخيل واحد طبيب دارس 1000 مادة منيح، لكن لما بياخذ ماجستير بياخذ مثلا في النيوروساينس بروح بعطوه مركب بقول له شوف تأثيره على الضفدعة أو على النيورون تبع الضفدعة. ما بيعرفش شيء كثير عن الموضوع، عنده خلفية كويسة في مجالات متنوعة، لكن للأسف ما عندوش خلفية جيدة عن مين؟ عن الموضوع اللي بيشتغل فيه. بالتالي الليتريتشر ريفيو بيعطيه هذه الخلفية. وبمناسبة الضفدعة في نكتة عشان بس نضيع الجو على النساء وإشي من في واحد حضر محاضرة زي أفضلكم هيك، حضر محاضرة في الريسيرش من تبون الأحياء، فقال أنا ما دام هيك الريسيرش سهل خلينا نروح على المختبر، وراح جاب الضفدعة وحطها على الطاولة وضرب بيده على الطاولة فقفزت الضفدعة مسافة، خافت من فراح قاس المسافة فلقاها 4 متر، فكتب في ملاحظاته لأنه هو الآن observation researcher يعني، فكتب ضفدعة بأربعة أرجل قفزت 4 متر. المهم راح جاب نقص وقص رجلها واحدة من ثلاثة اضرب اللي هي طالعة 3 متر. ضفدعة بثلاث أرجل قفزت 3 متر، رجلتين 2 متر، 1 متر بدون خبط على الطاولة ما نطت الضفدعة. فكتب في الكونكلوجن الاستنتاج، وبعد أن قطعت الضفدع الأربع أرجل أصبحت صماء، ما سمعت الخبطة فما نطت. يعني ما هذا التفسير اللي هو يعني خلينا نقول بنم عن جهل. لذلك بنقول literature review هي نكتة عشان نوصل بس رسالة، إنه بدون معرفة مسبقة وبدون إلمام معرفي بالموضوع قد نقفز إلى conclusions خاطئة، وللأسف هذا ما ينتج عنه. أنا أعطيكم مثال صغير برضو واقع. مين غير اتجاه تخصصه من البكالوريوس للماجستير كتير؟ إيش؟
يعني في بالفعل في فجوه معرفيه بين المجالين كبيره. بتضلها بعد خلص الماجستير خايفه تفتي في اي مساله لها علاقه بالازمات والكوارث، الا اذا استغلت السنتين هذولا، الا اذا استغلت السنتين هذولا بينها تاخذ حصيله كبيره من المعلومات عن اداره الازمات والكوارث. فبالتالي احنا من كم مره بنقول literature review مهمه جدا لتهيئه الشخص الذي سيتخصص في مجال معرفي دقيق جدا، تمام، عشان يقدر يعني يمشي في هذا الموضوع. البيربوس اللي هو غرض الدراسة، واحنا قلنا لكم انه يعني ممكن نسميه هدف الدراسة او البيربوس او غرض الدراسة. It describes what are you going to achieve، ما الذي ستنجزه. وكمان مرة انا حاطط جملة هناك بتقول be humble، كن متواضعا، لا تكن مغرورا ولا تكن متحمسا. وانا اظن انه ليس غرورا انما ايه تحمسا في غالب الوضع او غالب الامر، انه الطالب بيكون حابب انه يعمل اشياء كثيره، وخاصه انه هذه الدراسه الاولى يمكن تكون له في حياته، وبالتالي بده يعمل اشياء كثيره. لذلك كن قادرا على تحقيق ما تكتبه من اهداف. في جمله بتقول انه الاوبجكتيف should be achievable. ايش الاتشيفبل؟ It should be measurable، قابلة للقياس. إذا مش بس بدي أحققها وأقيس قديش حققت كمان من هذه الأوبجكت. Examples of يعني الـ research questions، طبعا أنا قلت لكم إنه في حاجة اسمها aims و purpose و objectives، قلت لكم كلهم نفس المعنى أو research questions. تعالوا نشوف نموذج لشغلتين لكويستشن. What is the impact of meditative music on agitation in hospitalized elders? برضه هذا rehabilitation. The purpose of the study is to show the impact of meditative music on agitated elders. الجملتين نفس المعنى. واحدة بنسميها objective وواحدة بنسميها research question. زي ما حكينا لكم الأخوة في التربية، زملائنا في التربية غالباً بيكتبوش اهداف الدراسه، بيكتبوا اسئله الدراسه. ما هي الاسئله التي ستجيب عليها الدراسه؟ ولهم مبرراتهم هم في المجالات المعرفيه تبعتهم. احنا بنقول كمان مره ما هو مطلوب منا، سهل جدا انه الجمله هذه نحولها لسؤال، او السؤال نحوله لاوبجيكتيف، مش امر صعب. ميثودز. الميثودز احنا بنعرف انه الطرائق المستخدمه في انجاز الاهداف تختلف من تخصص الى تخصص ومن وسيله الى وسيله. اعطيكم مثال صغير. في فرق في مصطلحين مشهورين، ريتروسبكتيف وبروسبكتيف. مروا معنا هذول المصطلحين. ريترو يعني البيانات اللي انا اخذتها هي بيانات سابقه، يعني ممكن انا اروح اطلع على دفاتر اللي هم المستشفيات او مؤسسه حكوميه واخذ بياناتهم واشتغل عليها واعملها معالجه، او اشتغل حاجه اسمها بروسبكتيف. بروسبكتيف يعني انه من الان انا بدي اجمع عينات واخذ اقيس هذه العينات واعمل الدراسه عليها. فاذا هي ريتروسبكتيف بروسبكتيف. واحد بيقول يا عمي انا ممكن اعمل التنتين مع بعض، كيف؟ بدي اخذ بيانات 2010 ل 2017 واخذ بيانات 2017 ل 2018، 2018 لسه ما جاش ولا لا؟ انا بدي اشتغلها عشان اعمل مقارنه، فبسموها ريتروسبكتيف بروسبكتيف ستادي. في واحد بيقول انا بتعمل انترفيو مع مجموعه من المرضى لمره واحده. كلمة مرة واحدة بسموها كروس سيكشنال، مقطعية لمرة واحدة. تخيلوا أنا لو أنا بدأت معاكم في المحاضرة هذه بكويز وسألتكم 10 أسئلة، وبعد المحاضرة سألتكم نفس 10 أسئلة،
انا عملت كم مره قابلتكم؟ مرتين، بيفور اند افتر. طيب لو اتقابلت معاكم كمان مره في نهايه الفصل، صرت كم مره متقابل معاكم؟ ثلاث مرات، مور ذان تو. اذا واحد او اذا كانت مره واحده سميناها كروس سيكشنال، اذا كانت مرتين بيفور اند افتر، واذا كانت اكثر من مرتين بنسميها لونج تيودينال. وعلى فكره هاي دراسات موجوده في الطب، بيتابعوا المرضى على مدار 30 سنه 40 سنه 50 سنه تمام سجلاتهم، بتسموها لونج تيودينال ستريس. اذا الدراسات مختلفه ومتنوعه والابروتش تبعها مختلف. في حاجه اسمها ديسكريبتيف ستادي، دراسه وصفيه. في دراسه اكسبيريمنتال، تجريبيه تمام. observational study بس يقعد يلاحظ ويسجل ملاحظات. اذا هناك انواع مختلفه في الميثودولوجي، بدنا نحاول نبين كل هذه النقاط وكيف لنا ان نجيب على اسئله الدراسه من خلال الميثودولوجي تبعي. بنفعش هدفي اكون اعرف تاثير قطع الرجلين تبع الضفدع على قدره القفز تبعها، وفي الاخر الاستنتاج تبعي يكون ماله على السمع، على فاريبل مختلف. فالفاريبلز برضو او المتغيرات لازم تكون عندنا ايضا واضحه المعنى. السامبل والسامبل سايز اللي تكلمنا فيها قبل قليل، وقلنا ما ينفعش انا، وعلى فكره حصلت في احد المواقف في احد المؤتمرات في احد الجامعات، انه احد الاشخاص عمل برزنتيشن على الدراسه تبعته، قال انا عملت دراستي على اربع اشخاص، اثنين اعطيتهم هم مرضى بانتريفا هيستوريتيكا، اثنين منهم اعطتهم زعتر واثنين ما اعطتهم بالزعتر، وشوف التاثير الزعتر على الناس اللي عندهم اميبا، وكان في نتائج. ايش رايكم؟ انتريفا هيستوريتيكا ايش رايكم بالنتائج؟ العينه يعني ضئيله جدا، والطريقه اللي استخدمت في القياس ضعيفه جدا تمام. و للأسف يعني أنا يوم حتى غضبت غضبا شديدا من منظمي المؤتمر، كيف يقبلوا ورقة من هذا النوع؟ واعتذروا حتى الجماعة، قالوا نعم يبدو أنه يعني خدعنا في الملخص اللي هو الورقة اللي وصلنا. إذا العينة، وحنتكلم عن العينة يعني باختصار شديد جدا، لو نشوف بده يدرس ليش معدل تردد الطلاب على المكتبة راح من استبيان وزع في المكتبة. هذا مش مرجع بقى، مشكلة في العدد، مشكلة في ال المكان خطأ، المكان خطأ صحيح. النقطة كتير مهمة في الموضوع اللي هو السامبل سايز، إنه it should be representative. وكلمة representative قد يفهمها البعض بطريقة مختلفة. إحنا لما نقول بدنا نشوف استطلاع رأي في الانتخابات، نرشح اثنين دكتور عمر وانا للانتخابات الفوز برئاسة الجامعة، منين؟ الآن الناخبين اللي بدهم ينتخبونهم الطلاب. المجتمع اللي بدنا نستهدفه في استطلاع الرأي مين هو؟ طلبة الجامعة. في حدا منهم مستثنى؟ طيب لو احنا نرشح حالنا لرئاسة الدولة انا والدكتور عمر، المجتمع كله ولا اللي اعمارهم فوق ال 18؟ يبقى بدنا نحسب حسبتنا تمام، انه المجتمع، نوع الدراسة، الاهداف من الدراسة، مين المجتمع تبع الدراسة، وقديش بيشكل المجتمع هذا من العائلة تبعتها قديش هتشكل منه. واليوم في حاجة سهلة في على الانترنت، اكتب على جوجل اونلاين سامبل سايز كالكوليتر، اونلاين سامبل سايز كالكوليتر، وحط الارقام فيها، يعني فيها مجموعة ارقام بتعبيها، واذا ما عرفتش ايش تعبي، طبعا على سكان غزة عارفين انتوا على سكان غزة قديش الان صاروا 2 مليون؟ 2 مليون. اذا كان عينتك او مجتمع الدراسة هو قطاع غزة كله، طب اذا كان مجتمع الدراسة هو الاناث في قطاع غزة، لك حط النص تمام؟
شيل الأطفال هم النص. لسه هذه بدها يعني حسابات ثانية. فمجتمع الدراسة بدك تحسبه بعناية وبدقة، بتحطه في السامبل سايز كالكوليتر، وبتحط اللي بسموها الكونفيدنس انترفال، وبطلع لك السامبل سايز. غالبا مجتمعنا الفلسطيني كله لو احنا اخذنا عينة 400 شخص بيكون ممثل عن اللي هو المجتمع كله. في بعض الامراض انا اخذت كل العينة المستهدفة، افهم كل مجتمع الدراسة، اخذته عينة. كانت الدراسة تبعتنا بتستهدف المرضى اللي عندهم غسيل كلوي، فشل كلوي، فاخذناهم كلياتهم بالضبط. اخذنا كل مجتمع الدراسة، يعني هم مجتمع الدراسة هم نفس الايه، نفس العينة، كان يعني العينة كانت نفس مجتمع الدراسة. في نقطة كتير مهمة، describe the inclusion criteria أو exclusion criteria. قد يكون لك شروط في العينة. مثلا أنا كنت بتكلم على الدراسة اللي قبل قليل ذكرت عن البكتيريا في النساء، مين؟ الحوامل. مش أي نساء حوامل، اللي في الأسبوع أو في اللي بعد الشهر السادس. فأي ست كانت تزور العيادة قبل حامل، يعني بستهدفهم الحوامل، لكن قبل الشهر السادس إيش بقول عنهم؟ excluded، يعني أنا استثنيتهم. أي واحدة منهم بتأخذ antibiotics في اللحظة هذه اللي فيها أنا بستثنيها. إذا بقدر أحط معايير للاستثناء أو للضم. إيش الضم؟ إدراجهم في الدراسة أو عدم إدراجهم في الدراسة. واحد مثلا يقول أنا بديش مرضى يكونوا عندهم أمراض مزمنة، لأن الأمراض المزمنة بتأثر على كل حاجة، فبدي أدرس أنا عامل معين، بديش أدرس عامل اللي هو الانكلوجين كرايتيريا. أنا مثلا مثال adult female in patient with stage 4 heart disease who is excluded patients who smokes. يعني أنا ضميت الصفة هذه من الناس ومنعت هذول الناس انهم يكونوا من ضمن عينة الدراسة. جماعة العينة تبع الدراسة، يعني تخيل انك قاعد في هذا المكان ويجيك المناقش يقول لك عينة الدراسة تبعتها غير ممثلة. كل دراستك راحت. فادرس بعناية كيف تختار العينة وكيف تحسبها، وخذ بزيادة. تمام، خذ بزيادة. إذا عندك إمكانية إنك تاخذ بزيادة خذ بزيادة. كيف ممكن ندعو الناس للمشاركة في دراستنا؟ برا ممكن إذا كان أنا مثلا بدي أجرب عليكم نظام غذائي رجيم جديد. تعرفين أنظمة الرجيم في العصر الحديث هذا صارت حالة جذابة، وأنا بطعميكم من عندي أكل منيح، لكن مضطر، مش بس هيك كمان لسه في عروض تانية، هعمل لك إقامة في الفندق تمام لمدة شهرين، وبس بشرط تلتزم بكل الأغذية اللي أنا بقول لك عنها تمام، وتفضل معنا، وممكن أعطيك مقابل إقامتك لأنك أنت هتغادر أهلك كذا، نعطيه الإقامة. تخيلوا هذا الكلام برا بصير. عندنا هنا محفزات، عندنا هنا مسكين الشخص، يعني بتطلب منه، طبعا هو بكون بدوش يشارك، لكن خجلا منه وذوقا وأدب الفلسطيني بقول لك بشارك، حتى لو بدك تقطع له لتر دم من جسمه تمام. فإحنا ما عندناش مشكلة كبيرة في اللي هو الريكروتينج للأشخاص، لكن لازم نتبع معهم بيقولنا اللي هو الأخلاقيات، لازم نشرح له إيش الدراسة، ولازم في مصطلح لازم يكون كلنا عارفينه اسمه informed consent. أقول لكم شو بعرف بالعربي؟ الموافقة المستنيرة، المستنيرة أو المستبصرة. إيش يعني معناها؟ يحكوليش عن البحث. يعني أنا أكون لما أقول بدي أشارك، أو أقول لا بديش أشارك، أبقى قراري ناتج عن معرفتي الخاصة. وأنا أقول لك شغلة، والله دراستك كويسة بس أنا بديش أشارك، قلت مني؟ طب معكم خبر إنه لو أنا قررت أنسحب من الدراسة بعد ما أنا قضيت فيها وقت، أخذت مني 4-5 عينات وقررت أنسحب، مسموح لي أنسحب في أي وقت من شئت. أخلاقيات البحث العلمي بتقولنا هيك. الإنسان، إحنا بنعمل بحث علمي لمين؟ عشان الإنسان. فإذا كان أنا بدهين الإنسان خلال عملية جمع بياناتي أنا، هذا معنى الحكي إنه أنا لا منافق.
لست صادقا في توجهي ان انا بدي بالفعل اخدم الانسان. convenient sample of nurses or patients. يعني احنا انا عندي مشروع شغال عليه ناخذ عينات من الاطباء، والله بغلبونا. ولك عم بدك تاخذ لي مسحه من الانف ويقولوا عندي بكتيريا كذا وبكتيريا كذا، مجتمعيا انا مش متقبل الموضوع هذا. نتصل على مين؟ نتصل على اخصائي في عندنا في المستشفى بنقول له اخي الكريم احنا حابين انه نعمل 1 2 3 4، ممكن تشرح لزملائك الافاضل وتقنعهم بانه هذه الدراسه كويسه للمستشفى وكويسه لكم وهي وضعها 2 3، بنلاقي استجابه بنسبه 70 80%. شعبنا كمان مره يعني غالبا بحب يساعد. Flyers in clinics or waiting rooms. لو انا علقت بوسترات في الجامعه وقلت انا والله محتاج عينات دم من الطالبات بغرض دراسه 1 2 3، اعلان، حلاقي ناس تجيني على المكتب واخذ منهم عينه. Advertisement اما في الاذاعه او على الانترنت او على صفحات السوشيال ميديا ممكن كمان اليوم. Electronic record search ممكن عن طريق البحث في السجلات الالكترونيه. How many participants are needed؟ هذا الكلام حكينا اللي هو السامبل سايز اللي احنا حكينا عنه. اجمل دراسه عملتها انا وانا في الجامعه هنا كانت دراسه على الاستطباب الذاتي بالمضادات الحيويه في مجتمع الجامعه. عملت الاستبانه وطبقتها على برنامج موجود عندنا في الجامعه في التعليم الالكتروني. واخذنا الرابط تبع الاستبانه وعممناه على موظفين الجامعه. برجاء المشاركة في تعبئة هذه الاستبانة. في خلال ساعة ونص ساعتين من نشره تقريبا كان في جايب 80 شخص معبين، ثاني يوم وصلنا لحوالي 170 شخص، تمام؟ ما تعبناش شيء معهم. ولا قابلناهم ولا شفناهم ولا عرفناهم ولا أي حاجة. فاليوم طرق جمع البيانات متنوعة مختلفة، والآن أنا بقدر أعمل دراسة مش بس على غزة. بقدر اعمل دراسه على الضفه، بقدر اعمل دراسه على المغرب، على الجزائر، ممكن اشترك فيها، فما تخليش احنا الحدود يعني وعدم السفر انه يحد من طموحنا، لانه اليوم التكنولوجيا ذوبت بعض اللي هو هذه المعوقه. زي ما حكيت لكم المكان اجراء الدراسه لازم نوصف وصف دقيق ونوصف المكان اللي بنعمل فيه الدراسه، مثلا بقول انا بجمع العينات من الشفا وبوديها على مختبر الصحة العامة في الشجاعية في منطقة الشجاعية، وجزء من العينات أو جزء من الفحوصات بجري في جامعة الأزهر، وجزء يعني لازم أوصف للناس اللي بيقرأوا الدراسة أنا وين بدي أعمل الدراسة وكيف بدي أجري الدراسة. أنا هو مش قربنا نخلص إن شاء الله. في نقطة كثير مهمة، letters of support from site or unit. طبعا الآن احنا بنتعامل بالاشياء الشخصيه البيرسونال ريليشن شيب، ما تفهموهاش واسطه. كيف يعني المفهوم؟ انا بعرف الاستاذ كايد احمد هو مدير مختبر مستشفى الشفاء. لو انا ما بعرفوش بدي ابعث له رساله رسميه، لو انا بعرفه انا بتصل في تليفون وبقول له والله الموضوع في امكانيه ولا فيش امكانيه. ففي عندنا نوع من خلينا نقول التواصل البيرسونال كثير مهم، التواصل الشخصي كثير مهم، كمان مره ليس بمفهوم الواسطه بالضبط. فلو او اعطاني رساله او انا بعثت له رساله واعطاني موافقه، هذا امر برضه بفيد البروبوزل تبعي. الجهه اللي بدها تقيم البروبوزل بتعرف انه والله انا ما بحلم، لا انا متواصل مع جهات وقايل لهم انه انا بعمل في البروبوزل وانا اخذت منهم موافقه على اجراء هذه الدراسه في هذا المكان. بيرميشنز اللي هي برضه كمان الاذونات، والاجريمنتس او اي اتفاقيات انه انا هعمل انا وباحث من الازهر او حيشرف علي واحد من جامعه ثانيه. البروتوكول هو خطوه بخطوه ما الذي ساقوم به من جمع العينات الى تحليل البيانات. هذا اللي اسمه بروتوكول الدراسة تبع. الداتا اناليسيز زي ما حكينا لكم. تخيلوا جمعنا كويشنير من 200 شخص. لو اطلعتوا عليهم يا جماعة هتلاقوا انهم عبارة عن سطور في ملف اكسل.
سطور كل بياناتهم، ولو قعدت 100 سنة تطلع فيهم هيك مش هتستفيد منهم ولا حاجة. طب كيف بدك تستفيد منهم؟ بدك تحلل البيانات. ايش هي تحليل البيانات؟ سمرايز ات، طلع لي يقول لي كم ميل وكم في ميل عندك، كم ميل وكم في ميل، كم ذكر وكم انثى، الاعمار من 1 إلى 10 سنوات كم واحد، من 11 سنه الى 20 سنه كم واحد، من 20 الى 30 سنه كم واحد. هي حللنا البيانات، عملنا سمرايزيشن، عملنا تلخيص لهذه البيانات. طيب المتغير اللي انا كنت ادور عليه، هل في فرق بين الذكور والاناث في الاصابه بمرض معين؟ انا الان بدينا نتكلم عن مين؟ هذاك بالاول تلخيص للبيانات، الان نتكلم عن مين؟ تحليل للبيانات. وهذا الان بضغطه زر واحده من برامجنا الاحصائيه المنتشره والتي اشهرها البرنامج الاحصائي للسوشيال ساينسز ستاتستيكال باكج اللي هو الاس بي اس اس. في الاخوه في الطب بيستخدموا الاي بي اي، اي بي اي انفو، وهذا اللي عملاه اعتقد سوى السي دي سي. طبعا هذه الاشاره اللي قدامنا هي اشاره اللي هي الاس بي اس. طبعا الاس بي اس اس اصبح من البرامج التي تقريبا لا غنى عنها، وخاصه للتربويين. احنا في العلوم والعلوم الصحيه برضه بنستخدمه بكثره، وسهل جدا التعامل معه لتحليل البيانات. حكينا يمكن في البدايه هذه اللي لما تكلمنا عن الحدود تبعت الدراسه، وكلمه ديليميتيشن وليميتيشن بفرقوا بينهم شويه صغيره، انه ديليميتيشن غالبا بنكتبها قبل ما نجري الدراسه يعني في البروبوزل، بس الليميتيشن بنكتبها يعني وكانها مشاكل حدثت معنا وحدت من قدرتنا على اجراء الدراسه، فهي وصف لاشياء خارج الاراده. الإيثيكال كونسيدريشن حكيها لكم. يعني أنا في عندي في غزة لجنة اسمها لجنة هلسنكي. إحنا في العلوم الصحية والطب والتمريض أي دراسة بدنا نشتغلها بنبعث المقترح البروبوزل اللي إحنا كتبناه بالطريقة اللي ذكرناها بنبعته لهم، وهم بيعطونا موافقة أو عدم موافقة. إيش يعني موافقة أو عدم موافقة؟ بيطلعوا على البروتوكول اللي انت عملته، هل يؤذي البشر؟ هل ينتقص من كرامة البشر؟ هل يؤذي الحيوانات؟ تمام؟ هل يؤذي البيئة؟ إذا كانت لا تؤذي ولا تؤثر، بقول لك أنت مسموح لك تجري هذه الدراسة. بعطيك رخصة لمدة سنة. إذا ما أجريتش الدراسة خلال سنة، تمام؟ بدك تاخذ رخصة ثانية مرة ثانية منهم ليكون اتغيرت المعايير او المفاهيم في هذا الموضوع. وانا ذكرت مفهوم الانفورمد كونسنت. طبعا احنا في الجامعه بنحاول نعمل حاجه بسموها انستتيوشنال ريفيو بورد، يعني نعمل زي لجنه محليه في الجامعه نفسها، بدل ما نبعث لهلسنكي يصير عندنا القرار هل مسموح او غير مسموح هذا البحث. لوحتين وخلصنا. تايم لاين، تايم لاين اللي هو التسلسل الزمني للانشطه اللي بتعملها، طبعا بيعملوه باكثر من طريقه، واجمل برنامج الحقيقه لصنع التايم لاين هو الام اس بروجكت، احد برامج المايكروسوفت اوفيس. لكن كنموذج صغير، من شهر 1 لـ3 حضر ادوات الدراسه، طبعا التربيه بيعرفوا ايش يعني ادوات الدراسه اللي هي اداه جمع البيانات على سبيل المثال. من 4 لـ10 كوليكت داتا، من 11 لـ12 انالايز داتا. طبعا قد يكتب تفاصيل اكثر من ذلك او اقل من ذلك، لكن في الاخر هي اثبات مني انه انا عارف قديش كل خطوه بدها تاخذ مني فتره زمنيه. فاكرين من الجمله اللي حكيناها في البدايه انه فلوس ما ينفعش يعني انه البحث تبعي يكون عظيم ورائع، لكن قدرتي الماديه يعني غير كافيه لتحقيق هذه الدراسه، فلازم اثبت انه انا بحتاج هذه المواد قديش
وحداتها فلوسها وفي الاخر التكلفه تبعتها النهائيه او التقليدي. البيوغرافي اللي هي المراجع. احنا كل الكلام اللي حكيناه من مقدمه وليترتشر ريفيو وميثودولوجي غالبا مش احنا اللي اخترعناه ولا احنا اللي قلناه، فكل شيء وانتم تعلمتوا كيف تكتبوا توثيق في الدراسات تبعتنا، فبالتالي المراجع يجب ان توثق. احنا في الجامعه الان عندنا نظام الاي بي اي النسخه الثالثه هو النظام المعتمد، وعليكم تعلم هذا النظام اليوم ولا بكره لازم نتعلمه. واحنا حاطين بعض المعلومات المفيده على موقع البحث الان والاستراليا في هذا المجال. اخر طالبه ناقشت عندي كانت حاطه كنه 350 مرجع، يعني اخذوا اظن 25 صفحه من الرساله. عارفين الرساله اللي الان صارت صغيره زي هذا، ف 350 كثير ولا قليل؟ كثير. انا بس بدي اكد على الجمله هذه: It is quality of references not quantity. يعني 60 70 يكونوا جيدين وكويسين وابديتد. ايش يعني ابديتد؟ حدث. طيب ايش يعني بالنسبه لكم اول باول؟ يعني كم سنه يعني؟ خمس سنين. يعني احنا طبعا خذوا بالكم في طبعات نرجع سيبنا من الكتب، اوعك ترجع للكتب. النمبر 1 ريفرنسز اكسبتد الان اللي هي الريسيرش ارتكلز، الريسيرش ارتكلز. خمس سنوات جيد. هذا لا يعني انه انت ممنوع تستخدم من 1817. اذا كانت ضروره استخدمها، اذا كانت ضروره استخدمها. لكن احنا بنقول انه عشان تثبت للقارئ انه انت بالفعل اطلعت على المنشور في الفترة القريبة، لأنه ممكن يكون بحثك قد عمل وأنت مش عارف، فبتثبت للناس إنه أنت إيه؟ إنك أنت مطلع على الفترة الحديثة. بيبليوغرافيكال ديتيل، ستايل أوف سايتيشن. الستايل كمان مرة زي ما بقول لكل شيخ طريقة، لكل مجلة طريقة. إحنا ارتضينا في الجامعة الإسلامية بعد نقاش معمق للعلوم والعلوم الصحيه والهندسه والاي تي والتربيه، هذول ارتضينا نظام اللي هو الاي بي اي 6 اللي هو الستايل الريفرنس ستايلينج. واللي ما بيعرفش يستخدم اي برنامج من برامج الريفرنسينج لازم يتعلم حاجه جديده. في برنامج اسمه اند نوت، سمعتوا فيه؟ اند نوت. اللي ما سمعش فيه هيو سمع ويا ريت يتطلع عليه. اند نوت، احنا على فكره كل فتره وفتره بنعمل برضه تثقيف بالبرامج، وهذا البرنامج عملنا له قبل هيك وحنعمله في المستقبل، لكن هو برنامج بيساعد ورائع جدا في عمليه صف المراجع. ولو انت اتبعت الاي بي اي تبعنا 6 ورحت تنشر بحثك في مجله لقيته بده هارفارد، بكبسة زر بتنقل الستايل تبع كل البحث تبعك من اي بي اي 6 الى هارفارد. يعني ما بتتعبش وتبدا من اول وجديد تعمل هارفارد، هو لحاله بنظم لك اياه على هارفارد اذا انت اشتغلته ايه صح. اسمه كمان مره اند نوت، كثير برنامج مهم جدا للبيبليوغرافي. انا بحاول يعني اشجعكم اقول خلصت ويبدو انه خلص بالفعل. قد تكون او لا تكون اللي هي الابندسز او الملاحق، البعض بحط صور للاجهزه اللي بده يستخدمها، بحط صوره للمنطقه اللي بده يعمل فيها الدراسه، قد يضع فيها الاذنات اللي احنا ذكرناها قبل قليل انه اخذ اذن من مستشفى من كذا، فبالتالي اي اشياء اخرى إضافية قد تساعد لكن ليست أساسية بنحطها في وين؟ في الملاحق. والحقيقة كنتم جمهور يعني ممتع ورائع لأنكم بالفعل يعني مستمعين.